مرحبا مشاهدي أنفاس بريس بمقر المعهد العالي للدراسات البحرية لتسليط الضوء على دور المعهد في مواكبة السياسة المينائية للمغرب. بالنسبه للاستراتيجيه المينائيه، انتم تعرفون بان الاستراتيجيه المينائيه استراتيجيه الموانئ بالنسبه ل 2030 في افق 2030 هي تقوم على خلق اقطاب مينائيه في جميع جهات المملكه، وهذه الاقطاب المينائيه ستكون لها ادوار مختلفه اساسا من اجل التكيف مع كل جهه من جهات المملكة من أجل خدمة القطاع الاقتصادي بصفة عامة، الاقتصاد في هذه المنطقة. أنتم تعرفون بأن جميع مناطق المملكة هي مختلفة من حيث الإمكانيات ومن حيث الموارد، فمنطقة الشمال عندها موارد معينة ولها قطب مينائي وهو قطب الميناء طنجة المتوسط، وعندنا منطقة الغرب أو منطقة الوسط وهي المنطقة الغربية الشمالية وهي منطقة القنيطرة، كذلك لها خاصيات من ناحية الفلاحة والتجارة، وهناك منطقة الدار البيضاء كقطب كبير في مجال الصناعة واللوجستيك، وهناك قطب أكادير وقطب الداخلة، والميناء ميناء الأطلسي بالداخلة إن شاء الله سيكون بوابة المغرب البحرية على إفريقيا من أجل تنمية التبادل والتعاون الاقتصادي ما بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.